أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على وجود اتفاق في الرؤى مع مصر حول العديد من القضايا الإقليمية، مشيدا بالتطور في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. وخلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، أشار لافروف إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا إلى 4 مليارات دولار، لافتا إلى وجود مباحثات بناءة بشأن تنفيذ المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. قمنا بإجراء حوار بناء ومفاوضات بناءة في مصر، ونحن نعبر عن رضانا عن مستوى العلاقات الصداقة بين مصر وروسيا الاتحادية التي تتقدم وتتطور بشكل كبير، بما في ذلك الحوار البناء الذي يتم على خلفية توقيع اتفاق الشراكة الكاملة في سوتشي بين مصر وروسيا الاتحادية في العام الماضي. دخل هذا الاتفاق وتلك الاتفاقية حيز النفاذ. لدينا اتفاقات رئيسية حول العديد من القضايا الإقليمية والعالمية، وكان هناك اتفاق مع السيد الرئيس. لقد تبادلنا أطراف الحديث اليوم حول الموقف المصري والروسي. هناك تطور بناء في العلاقات المصرية الروسية. لقد أشرنا إلى أن هناك مفاوضات كان هناك منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي التي كانت مصر دولة الشرف فيه، وقام الرئيس بنقل كلمة متلفزة على في إطار هذا المنتدى. لقد تم زيادة التبادل التجاري بين مصر وروسيا إلى 4 مليارات دولارات، وهو زيادة تقدر ب5% مقارنة بالسنوات الماضية. هناك تفاهم مشترك حول المشروعات الرئيسية التي تستطيع أن تقفز بهذا الرقم إلى مستويات غير مسبوقة في العلاقات المصرية الروسية.